تخيل تكون مطور ألعاب رهيب لدرجة أنك قضيت عمرك واثنين من أكبر ناشري الألعاب يتهاوشون عليك. هذه قصتنا المثيرة اليوم، ورح تدور حول مطورين ألعاب اسمهم فينس زامبيليا وجيسون ويست. فينس بدأ مشواره في هذه الصناعة في شركة ألعاب محلية عمل فيها مثل السكرتير أو بلاي تيستر، يقعد يجرب ألعاب ويطلع الأغلاط اللي فيها. مع مرور الوقت ترقى حتى صار منتج مع شركة اسمها سيجا سوفت، وهي شركة كانت تعمل على تطوير ألعاب على البي سي وجهاز سيجا ساترن. واحد مهام فينس هناك كانت أنه يدور على فريق يطورون لعبة اسمها سكايز. الفريق اللي حصله كان فيه شخص اسمه جيسون ويست، هو هذا الشخص صاروا أصحاب جدا عن طريق العمل سويا، رغم أنه مشروع سكايز ألغي في النهاية. بعد ما ألغي المشروع، جيسون ويست قدر يقنع فينس أنه ينضم معاه في فريق جديد كان اسمه 2015، وهذا الفريق ضبط صفقة مع EA عشان يطورون نسخة بي سي من لعبة Middle of Honor Allied Assault. لما صدرت اللعبة نسخة البي سي حققت نجاح كبير بسبب عوامل خلت اللعبة أفضل وتدخلك جو. نسخة البي سي باعت أكثر من 1,000,000 خلال 10 شهور. بعد هذا النجاح الكبير، فينس وجيسون بدأت تخاطرهم فكرة بناء فريق واستديو خاص فيهم. من هنا بدأت بدايات فريق Infinity Ward الشهير. مع خروجهم من فريق 2015 أخذوا معهم كم مطور لفريقهم الجديد، ومن هنا جاهم عرض من منافس شركة EA لدود، وهو شركة Activision. العرض كان أن Activision تدفع 1,500,000 مقابل امتلاك 30% من حصة الاستوديو اللي اسمه Infinity Ward، وبعدها بسنة شروا الفريق بالكامل بمبلغ 3.5 مليون دولار. هذا الفريق أصبح مطور الوحدة من أنجح الألعاب في تاريخ ألعاب الفيديو، وهي سلسلة Call of Duty. مع مرور الوقت فريق Infinity Ward حقق نجاحات متعددة. الجزء الثاني من Call of Duty كان حصري على جهاز Xbox 360 وباع أكثر من 1,000,000 نسخة خلال سنة. فريق Infinity Ward ملوا من تقديم نفس الحقبة الزمنية من ألعاب التصويب بالمنظور الأول، وهي الحروب العالمية. كان ودهم في العمل على لعبة تقدم أسلحة معاصرة في ذاك الوقت، وبنفس الوقت ودهم يقدمون قصة ما يكون بطلها واضح وملخبطة، لأن قصص الحرب العالمية واضح فيها البطل من البداية. الحرب العصرية غامضة ويصعب تميز فيها مين الصح والغلط. Activision عززت لهم وعطتهم الوقت ودعمت اللعبة بحملة تسويقية ضخمة، وكان هذا الشيء يعتبر مغامرة خلال ذيك الأيام. لكن لما صدرت Call of Duty 4 Modern Warfare أعجب فيها النقاد واللاعبين، وباعت أكثر من 10,000,000 نسخة خلال 9 شهور، وبنفس الوقت كسبت جوائز عديدة خلال السنة اللي صدرت فيها. عقد كل من فينس وجيسون قرب ينتهي، بس Activision تبيهم يشتغلون على جزء ثاني من Modern Warfare، وActivision كانت تحتاج النجاح الثاني حتى تحط نفسها في مكان مغري، لأنها كانت تبي تندمج مع شركة فيفندي الضخمة. كل الشخصين وافقوا على عمل على جزء جديد. بنفس الوقت الشريكين رتبوا خطة تضمن لهم مكافأة كبيرة راح تخليهم من أغنى مطوري الألعاب. أيضا رئيس Activision عطاهم الحرية في التحكم في سلسلة Modern Warfare، وهذا يعني بأنه يمديهم يتحكمون بالسلسلة حتى لو ما كانوا يشتغلون عليها. لكن فرحتهم ما تمت، لأن يوم وقعوا عقودهم الخاصة بالعمل على Modern Warfare 2 رئيس Activision ضحك عليهم وحط قانون ينص أنه إذا تم فصلهم حقوق ملكية عناوين Modern Warfare ترجع بالكامل لشركة Activision. بدأوا يضغطون على فينس وجيسون، وبنفس الوقت كانت Activision تدور على مطورين يأخذون مكانهم. خلال ضغطهم على فينس وجيسون، أحد رؤساء الشركة طلب أنه يتم التجسس على هالشخصين وتطليع أي فضيحة تنكبهم، فتم تهكير جوالاتهم وكمبيوتراتهم وإيميلاتهم. لاحظوا أن كل هذا يصير داخل شركة Activision. الشركة كانت تتجسس على موظفيها، وبنفس الوقت تدور ناس يأخذون مكان جيسون وفينس، لأنه كل واحد منهم دخل من الشركة حدود 16.3 مليون دولار في سنة 2008 لحالها. لما قرب صدور Modern Warfare 2، جيسون وفينس كانوا يناقشون مع Activision تعديل على عقدهم، وكانوا يبون Infinity Ward ترجع لهم وتكون مستقلة وما تكون ملك Activision. طبعا Activision ما رضت حتى تقابلهم بخصوص هالموضوع، لذلك تنفصل جيسون وفينس، طلعوا من الاستوديو اثنينهم اللي صنعوه بنفسهم، وكذا بدت المحاكمة بين الطرفين. طالب كل من فينس وجيسون مبالغ توصل إلى 1,000,000,000 دولار، هذا يشمل تشويه سمعة والأضرار اللي سببوها لهم. بعد أيام عديدة من الأخذ والعطاء في الكلام، انضم موظفين زيادة من المطور Infinity Ward في رفع قضية ضد Activision مع فينس وجيسون. في نهاية المطاف Activision خضعت لهم ودفعت 42 مليون دولار كتعويضات.
المثير أكثر أن هالاثنين رجعوا مرة ثانية لشركة EA الضخمة اللي كانوا معها بالأساس قبل يروحون Activision، وأسسوا فريق جديد اسمه Respawn. وكما هو متوقع كان أمامهم نجاحات ضخمة بدأت مع لعبة Titanfall، لكن يبدو أن هالشخصين المشاكل تلازمهم طول الوقت، وانتقالهم لEA ما كان نهاية المشاكل. جيسون كان عشوائي وشكله جاب العيد في كم موقف في الفترة الماضية. حسب الكلام اللي طلع من داخل Respawn فهو أنه فينس يحس بأن جيسون راح يخرب الشركة ويضيعها. لما استوديو Respawn كان في آخر مراحل تطوير Titanfall، جيسون بدأ يسحب على الدوام كم شهر بعدها وطلع من الشركة. وكان تعليق فينس لما أحد سأله عن سبب خروجه، صعب تشتغل مع نفس الشخص لمدة 15 سنة. فريق Respawn رغم خروج جيسون لازال مبدع وصنع ألعاب ناجحة مثل Titanfall و Apex Legends، وأخيرا هالسنة اللعبة اللي لاقت استحسان ونجاح تجاري ضخم وهي Star Wars Jedi Fallen Order. هذه كانت قصة الفريق اللي صنع نجاحات Call of Duty الضخمة. أصبح واحد من أفضل مطوري الألعاب في العالم وأسس فريق Respawn مع EA. لا تنسون تشتركون بالقناة وتعطونا لايك على الفيديو، شاركونا في التعليقات إيش رأيكم بهذه القصة واللي صار بين هذول الاثنين والشركات الكبرى. مع السلامة.